حوال تحت القصا فأقبل علي نحو القصا وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي نكون معكم تحت القصا قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت القصا ثم أتيت نحو القصا وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت القصا قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصا فلما اكتملنا جميعا تحت القصا أخذ أبي رسول الله بطرف القصا وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرض مدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا. فقال العمي جبرائيل يا رب ومن تحت القصا فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعذن لي أن أحبذ إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرض مدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصا. ما صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصا من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل
اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائكه واستغفرت لهم الا ان يتفرقوا فقال علي عزهم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب القابه ما صلى الله عليه وسلم. فقال النبي الصادق يا علي والذي باسني بالحق نبيا واستفاني بالرساله نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الا وفرج الله حما ولا مغموم الا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عز والله فزنا وسعدنا وقضى لقى شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة. بر محمد وآل محمد صلوات.